الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوزانغو إسلام وأفريكا مشاريكي وتبيت يلينك عنواني المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي. ما إنو يا أمة كاتي يا ما يا كاتيا كوبتا فايدة نها ترزا أوكاجي كتوكا وزارة يوقف يا مصري صفة زوت الجيمة نزام نزومونغو ململيز وولي منغورتي. أنا يسمى كتك قرآن تكوفو هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها يندي أليكو أمبيني كتك أرزي نا أككو وكيني هومو نا ننشهدك وانبا هبانا مونغو هكونا مونغو اسبكو من يزمونغو بكياكي أنا يسيكي كوابليو بكياكي هانم شريكا نا ننشهدك وانبا بوانا ميتو نمتمويتو محمد نمجا نمتمواكي أيوم نيزو مونغو أصالي أسليمو نا أباريكي جوياكي نا فاميليا نا مسهابا زاكي ووتي نا أتكاي وفواتك وإما باكا سيكو يا مليبو. أما بعد دوغزانغو وإسلامو حقيقة دين يا إسلامو ني دين يا أجنزي نا ما إندليو كسوليهيشا نا كتنجنيزا وحقيقة أجنبو أمبنغوني إمكوجا وكيلنجانيا مسنجو هو أمباب نزمونجو سبحانه وتعالى أنسيما وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نا موسى أكم وانبيا دقوي هارون شيكا مهلا بانجو كواتو كواتو وانجو نا أتنجنيزي ولا أصفات جيا وهريبيفو. نا أنسيما ملم تكوفو كبتيا أولومي ونبي شعيب أمان يا مونجو يوكواكي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ستاكي إلا كوتنجنيزا كياسي نافيويزا نا سباتي كووزيشا هايا إلا نمونيزو مونغو كواكي يي ننتجمية نا كواكي يي نا إليكية نا كتك جنبو لسلو نشكا يوتن دانياكي نيكوانبا كلندما إنيا أمة أمبايو إنشي إنا يجينغا نا كويابوريشا ni sura kutoka sura za ujenzi ambao manufaa yake na faida zake hurujia kwa jamii zote yote. Hilo ni kwamba haki ya kunufaika nayo si haki ya mtu biki yake au haki ya kundi bila ya kikundi kingine lolote, bali ni miliki ya jamii yote. Kama tunavyofaidika sote na hayo maeneo ya umma, basi ni jukumu lote sote kuyalinda na kuyahifadhi na kuzuia mkono wa mharibifu kwa kufanya kitu chochote kwa maeneo hayo au kufanya jaribio lolote lili la kuharibu maeneo hayo ya au kuyabomoa. Na lazima kwa kila anayefanya kazi katika maeneo hayo ya umma kutekeleza kazi zake kwa nia safi na kwa uaminifu na kwa mahili mkubwa, ambapo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حقيقة من زمونغو أنا بند مجاوين أنا بفاني كازي بس يأفاني كوا وأمينيفو نا كوا أمكين كوبوا. كما فيل من يكون فائكا نايو أنا بس وكو يتمي كوا نجيا سيكوا نمذارا دانياكي ولا أهاربفو ولا أتمياجي مبايا أمبابو. متوم ويتو صلى الله عليه وسلم أنا سيما لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار هكونا كذور ولا كجزور. وسبب هي وشركيان كوباتيكانا كاتيا وانشوانجيا زاكوانجيا زاخيري نمانوفا يوتي أمبابو ميزومونغ سبحانه وتعالى أنسيما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نا سايديني كاتيكا ويمنا أتشامونغو ولم سايديني كاتيكا ذنبنا وأدوي. كلندا ما إنو يا أمة ني واجب وكشريا نا كتايفا ناكي بنادامو ني واجب نواجب هو ها أوتيشي كويني كويالندا تو بالي أنا إنديليا كويني كوفانيا كازيا كويا كوزا نكوشريكي كويني كويا بوريشا أمبابم تمويتو صلى الله عليه وسلم أنا سيما سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو زرع نخلا
أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. مام بو ساب عمجا أنا اندليا كوليبو أكي وندان يكبوري لكي بعد يكفو تشاكي انتو كفندشا إليمو نا أمي فكو وانتو نا كتشيما كسيما أو أمي بان دمشي وامتندي أو أمي جنجا مسكيتي أو أمي ريسيشا مصافو أو أمي أتشم توتو أنا يمومبا دوا بعد يكفو تشاكي نا مانا يكفوكو وانتو ني كوبونوا نا هو بمهيلو كيلا ما بتو يا ماجي هيفو ني واجيبو ويتو كويا سفيشا نا كويا تونوا ما بتو هايو يا ماجي ولا سيو كويا فانيكا وأدوي ولا كويا بانا فيل فيلي هاليني كما هيو كتيكا سوالا لا بارا بارا كو أمبايو إنا باسوا كوليندوا نولا سيو كيفانيا وأدوي أو كيبانا كوا وبتاجي أو كتبية تاكا أو مامبو كما هايو نا أسي كوانا أويزو وكوكوزا منوفا يما إنو يا أمة بس ني وجيب واكي كومهميزا منجيني كوفانيا هيفيو فان يمتوم صلى الله عليه وسلم نكوا كتكريزا يما إنو يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك هديثي أكي إن الدال على الخير كفاعله حقيقة مني كولي كيزا جنب زوري بس إني كما متندو وجنب هيلو إكي وامتو هاويزي بس أزوي مكون واكي نفتندو فياكي فيا أهاربيفو أو كفانيا كيتو تشوتي كوني إني هيلو لكو زورو أم باب من زمونغو سبحانه وتعالى أنا سيما إن الله لا يحب المفسدين حقيقة من زمونغو هاو بندي واتو إني كهاريبو أو كفانيا أهاريبو بيا مولا متكوفو أنا سيما والله لا يحب الفساد نمنزو منغو هابندي أهاريبيفو كما فيلي نجوكمو لوتي سيسي نجوكمو لوتي سيسي سوتي كوا نشيميا كويا لندا نكتوميا فيزوري تونسي ستيزا كوامبا ما إنو يوتو يا أمة نا ينايمو لكوا نانتش كما فيلي تأسيسي شولي مهزبتالي نا فيومبو فيا أسافري شاجي نا أمانة ني أمانة إلي يكوني شينغو زيتو نا تتا سوتي تتا أوليزو كتك سيكو يا مليبو تتا أوليزو نهيفيو ولا هايفاي كتشافوا أو كهاريبو كوا سورة ريوتي كوا سورة ريوتي إلي منقول ما سورة زا أهاريبوفو أو ما تميزو مبايا ننسيما كولي يانغو هي نني نمومبا منزو مونغو مسماها كوا أجيلي يانغو نكوا أجيلي ينو ndugu zangu wa Islamu tunazungumza katika hutuba yetu ya pili juu ya kuyalinda maeneo ya umma na kutu ya haribu sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mlamizi wa walimwengu wote na ninashuhudia kwamba habana Mungu asistahiki anaistahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu biki yake hana mshirika na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mja wetu ni نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ايو من زمونغو اصالي اصالي من اباريك جو ياكي فاميليا ما صحابة زاكي نا اتكاي وفاتك وممن باك سيكو يا مليبو اما بعد دوغو زانغو واسلامو هكونا شكا كوانبا كو يلند ما انيو يا امة نا كو يهفاذي نا كتو يا هريبو ني منغول ما مامبو يا خيري نا نجيا يا مثاني كيو كو هيفي نمتوم يوتو صلى الله عليه وسلم amifanya swala la kuzuia kiru ni sehemu kutoka imani ni moja ya aina za sadaka na miongoni mwa sababu za kuingia bibuni ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-imanu bid'un wa 70 au bid'un wa 60 shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq imani ina sehemu 70 au 60 سهيم ولي بورا زايدي نيكو سيما هكونا مونغو اسبكو ميزو مونغو نا سهيم يا تشيني زايدي نيكو اندوا كيرو بارباراني نا انا سيما صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده مسلم وكويل نيمويني كوالين دواتو كتوكانا نا اوليم واكي نمكون واكي بيا متومي صلى الله عليه وسلم انا سيمتينا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ها
hakika ninamuona mtu anazunguka bibuni kwenye mti aliokata sehemu ya barabarani ulikuwa ukiwakira waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema tena, takufu sharaka anin nasi fa innaha sadaqatan minka ala nafsik, kuzuia kiru zake kwa watu ni sadaka itukayo kwake kwa nafsi yake. Tunahitaji zaidi kuuliwa umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya umma na wajibu wa kuyalinda kupitia kubandikiza hisia za majukumu ya kidini na kitaifa ya kulinda nchi na mali zake pamoja na kuendelea vyanzo vyake, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, basi watakao mcha Mungu na wakatengeneza haitakuwa hofu kwao, haitakuwa hofu kwao wala hawatukuhuzunika. Ewe Mwenyezi Mungu, utubi uwezo wa kufahamu vizuri mtume wako sallallahu alayhi wasallam, uwezo wa kumfuata vizuri mtume wako sallallahu alayhi wasallam, na utubi ufahamu katika dini yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakumba uilindi nchi yetu pamoja na nchi za ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.